في ماكلتي طيله هذا الاسبوع كنتكلموا على التغذيه المناسبه الملائمه والسليمه لوليداتنا باش يوجدوا الامتحانات ويكونوا في واحد التركيز عالي كل هدوء ما يكونش توتر والضغط والخوف. اكيد مع عهد بن داود اخصائيه التغذيه والحميه بمكناس غنتعرفوا اكثر على فوائد الفواكه الجافه وجا الدور ديال القرقاع. صباح الخير لالا عهد. صباح النور لالا جيعان. اش اخبارك؟ المستمعين الله يبارك فيك بارك الله فيك ونعم مباركه. علينا وعليكم كناس كي دايرين كل شيء بخير؟ الحمد لله كل شيء مزيان. الحمد لله. نوجه تحيه للعاملات والعمال ديالنا في صوب المملكه في هذا النهار ديالهم. اكيد. أكيد لهم أجمل تحية عهد وأكيد العمال والعاملات عندهم وليداتهم غادي يوجدوا الامتحانات نقولوا لهم ونوضحوا لهم شنو الأهمية ديال القرقاع فأنه يعطي واحد تركيز أكبر ونشاط وطاقة. بالفعل اليوم غادي نهضروا على فاكهة زيتية أخرى وهي الجوز أو القرقاع كريجة. كاين واحد القاعدة تقول أن الشكل ديال القرقاع تشبه الشكل ديال الدماغ. نعم تماما. ما فلعل هذه القاعدة صحيحة لأن الدراسات أكدت أن تناول كمية من القرقاع يوميا قد يرفع مستوى الذكاء قد يزيد مستوى الذكاء. وهذه الفاكهة أو كي تسميها أيضا فاكهة المخ. علاش؟ لأنها تتنشط الذاكرة وذلك لغناها بأحماض دهنية غير متباعة. خاصة الأوميغا 3 في القرقاع يعني مصدر مهم للأوميغا 3. الأوميغا 3 اللي هضرنا عليه سابقا ونذكر المستمعين به أنها الدور ديالها تساهم في إحلال التوازن في الأنسجة العصبية وتنشط خلايا الدماغ. بالإضافة إلى أنها تحمينا من أمراض القلب والشرايين. القرقاع أيضا غني بالبروتينات ما تحتوي سواء من أحماض أمينية أساسية مثل التريبتوفان. التريبتوفان هضرنا عليه فهو تتحول إلى هرمون الميلاتونين أو هرمون النوم. نعم. هذا الهرمون اللي تتفرز الناس الليل في الظلام وبالتالي تساعد المقبلين على الامتحانات على أخذ القسط من الراحة في الليل. وأيضا تتحول إلى سيروتونين. سيروتونين تسمى هرمون المزاج لأنه تحسن المزاج وتحيي التوتر العصبي. غني أيضا القرقاع بحاله بحال الفواكه الجافة الأخرى بأملاح معدنية خاصة المغنيسيوم أو مهدئ الأعصاب اللي تسميوه. غني أيضا بالبوتاسيوم اللي تزيد الإمدادات الأكسجين للدماغ. غني بالفوسفور النحاس المنغنيز. غني أيضا بعدة فيتامينات مثل مجموعة داء وفيتامين أ. فيتامين أ في الجسم ديالنا يوميا تنتج لنا جذور حرة. هاد الجذور الحرة هي اللي تخرب لنا الخلايا. فالفيتامين أ ولهاد المدة تلعب دور مضادة الأكسدة اللي تحمي لنا الخلية من التخريب. ومن هاد السرطانات اللي كيكون السرطانات الفعلية اللي الارتفاع ديالو غادي بسرعة. غني أيضا بالألياف الغذائية والألياف الغذائية. هادشي كله فنبغي ديما نذكر بأن ما ينساوش كمية كبيرة من الماء في اليوم لأن الماء هو اللي تنقل المواد الغذائية العظيمات الهرمونات اللي تنقلهم داخل الخلية فما ينساوش الماء. الماء مع هالتغذية السليمة أكيد عنده إيجابيات. نعم نعم. عهد بالنسبة للاستهلاك ديال القرقاع مثلا شكون الناس اللي خصهم ياخذوه؟ الناس خصهم يبعدوا منه شحال تقريبا المقدار في النهار؟ المقدار ما كاينش شي مقدار غير هو 3-4 الحبات ما تنظنش حتى يقدر يزيد تاخذ اكثر منه. نعم نعم. بالنسبه للناس ديما تنظن نقول الناس اللي عندهم لاكوت الناس اللي عندهم تريغليسيري طالعه القصر الكلوري الله يحفظهم ما ياخذوش. نعم بعد اذا كانت يعطي ذاك الاحساس بالشبعه اللي ضيطه تيشبه بحال الهلس. نعم. فما فيها بس ما في الاوقات ياخذوا طباسل في شويه اللوز شويه القرقاع شويه التمر شويه. نعم نعم. شكرا لك عهد بن داود وشكرا لمشاركتك معنا طيلة هذا الأسبوع حول الموضوع كيفاش نوجدوا وليداتنا الامتحانات بتركيز أكبر ونشاط وطاقة واسترخاء. شكرا لك عهد. شكرا لكم وتتمنى لهم التوفيق والنجاح المقبلين إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا.